يا جماعه حرفيا ده اصعب فيديو عملته في حياتي. يا رب تبقى خسرانه. وزي ما وعدتكم يا جماعه كرتونه كامله من الكيك اللي بيكسب، بس ده طبعا نوع غير اللي احنا كسبنا فيه قبل كده 200 جنيه. وكالعاده نوريكم المكسب بتاع الفيديو اللي فات. زي ما انتم شايفين دي الفلوس بتاعتنا، هنفتح كل ده زي ما انتم شايفين، بس المره دي بطريقه مختلفه جدا. المختلف هنا ان انا هلبس قطعه من دول كل ما هكسب اي مبلغ من هنا. نقول بقى بسم الله ونفتح اول واحده، ربنا يستر. طبعا في الحر ده الواحد مش عايز يكسب عشان ما يلبسش اللبس ده. طبعا زي ما انتم شايفين هنقول بسم الله. هنجربها كده زي ما انتم شايفين. اوه الحمد لله كسبت اول 5 جنيه. نقول بسم الله. طبعا بعد كده الفتح مش هيبقى فتح عادي، هنحاول نعمل له تحديات. دي اول 5 جنيه هنا اهي، ونلبس التيشيرت ده وكده خلصنا الاول. جو نار. رقم 2. بس اوه يا جدع، اوه 50 جنيه، اقسم بالله افتكرتها 5 جماعه. دي حقيقيه جماعه 50 جنيه ده اول بسم الله الرحمن الرحيم فيديو 50 جنيه. تعرفوا ان احنا قبل كده ما كسبناش ولا مره 50 جنيه، يعني كسبنا مره 200، دي اول مره نكسب 50. دي حاجه حلوه قوي، بس الكيكه صغنونه وطعمها مش احسن حاجه يعني. نسيت البس، استنى، بما ان طبعا الفلوس كتيره فنلبس جاكيت شكلي بيئه برومكس. ودي رأي يا جماعه جابت 50 جنيه. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تعدوا لنا بنكسب كام في الاخر. دي خسرانه طبعا، كله تقريبا هبقى خسران لان احنا كده كسبانين حوالي 55 جنيه ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خسرانه خسرانه مش مشكله، خسرانه. بقولوا لنا بقى نعمل بالكيكه كتير قوي دي ايه، لان احنا نفتح كيكه كتير قوي. وما تنساش شيرك يسمم غيرك عشان نكمل في السلسله دي. خسرانه خسرانه، ايه كل يا جماعه ايه كل الخساره دي. اخر واحده خسرانه. نبدا بقى نرص جبل الكيكه ده. العلبه رقم 2 دي بقى بالفانيليا. نقول بقى بسم الله ونفتح اول واحده. بصوا بقى اللي بالفانيليا بتحط ورقه مش 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 علبه زي ما انتم شايفين كده اللي هي العلب كده. لا الكرتون ده مش حلو. ودي الكيكه نقول بسم الله. جماعه ايه ده طعمها سيء. الرقم 2. طب انا كان مش عارف هي كسبانه غير لما عينها من الورقه. ثانيه كنت ببص تحت اعرف بقى هي ايه، كسبانه ولا لا. خسرانه، شكل الفانيليا دي ما بتكسبش خالص. وخسرانه يا جماعه، انا بجيب جاز حريت قوي مش قادر. ودي خسرانه جماعه، اللي هي بالفانيليا دي وحشه قوي محدش يجيبها بجد، سيئه وما بتكسبش. خسرانه، ممكن الفلوس تبقى من جوه يعني ولا مش عارف. خسرانه برضو. نقول بسم الله. خسرانه، حد اتضحك عليا ولا ايه؟ خسرانه جماعه، العلبه دي بايظه، الكيكه دي وحشه قوي محدش يجيب منها تاني. خسرانه، في ايه ده كلها خسرانه، ده تقريبا كده العلبه دي كلها ما بتكسبش. العلبه كلها بجد بجد اسوأ منتج اشتريته في حياتي. ايه ده بقى، بص ده عبط ده بقى. بص العلبه اللي جوه العلبه اتغيرت في نفس اوعى كسبان 5 جنيه يعني كده العلب دي اللي كسبان. طب انا همسكها كده، لا العلبه دي اعرف ان هي كسبان. انتوا بتضحكوا عليا انا. وادي 5 جنيه زي ما انتم شايفين. هنضطر نلبس حاجه. نلبس ده. ده ايه ده بقى، ده قميص، ده بقى بادي كارينا او كروب توب. ايه ده بقى، ايه ده، وايه ده، حاجه غلط. ايه ده مسكني ليه كده، سيبني. زي ما انتم شايفين كده شياكه شياكه. هوسخ كل الهدوم دي وهم هتزعلني. وطبعا طبعا طبعا متحر جامد قوي قوي طبعا كلها. 10 جنيه يا جدعان. لا العلبه دي كده جت عوضتنا في الاخر، كسبت كده كام مش فاكر. 10 جنيه 10 جنيه. نلبس بقى حاجه ايه، متوسطتين 10 جنيه جديده كمان حلو. نلبس ايه بقى، نلبس ده. يا جماعه الموضوع ده بجد متعب قوي وشكلي مضحك، شبه الواد اللي بيجي عندنا في الجامعه في الشتاء. ورقم 3. اول واحده خسرانه طبعا. فراوله شيك بصراحه، اللي هو الانتاج بتاع الفراوله ده حلو. انت بص بتبص من تحت مش محتاج تفتحها. خسرانه. اوه 10 جنيه تاني. ياه انت كريم يا رب. ثروه بترجع يا جماعه، ثروه بترجع. كاش اهو، كاش فلوس جديده. يلا نلبس حاجه تاني متوسطه. ده انا كده، ده انا تعبت، انا تعبت من دول والله. يبقى عدوا لنا لبسنا كام حاجه، تحاول تعلق. معرفش انا التحدي الزباله اللي انا اخترته ده. طبعا خسرانه. ودي بصوا بصوا الكيكه مفتفته ازاي، بصوا الكيكه بتطلع مفتفته. المنتج ده مصنع تحت السلم بصراحه كجوده يعني كجوده. ايه 5 جنيه، 5 جنيه يا جدعان، الكيكه انتحرت. ودي ال 5 جنيه رقم مش عارف كام، انتوا بحسبوا لنا. يا جماعه انا بجيب جاز، انا حران جدا جدا جدا. وعشان 5 جنيه دي هنضطر نلبس اي حاجه، انا اروح اجيب اي حاجه خفيفه. طبعا يا جماعه رحت جبت شويه مطروشات من الدولاب، شويه لبس بجنيه ونص. ايه رايكم؟ مغني راب والله، شكل مغني راب. ييه 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 ييه. ده كاتوك الجيزه زي ما انتم شايفين. خسرانة خسرانة. بسم الله بسم الله. خسرانة وخسرانة خسرانة. واخر واحدة نقول بسم الله. خسرانة بجد والله يا جماعة. جوايا حاجة ان انا مش عايز اكسب عشان بجد ملبسش هدوم تاني، انا متضايق قوي، هدوم مضايقاني قوي. ايه ده؟
العلبة دي فيها لاج، العلبة بالفراولة من بره ومن جوه بالفانيليا. طبعا ده عبط شركة تحدي. بص يا جماعة بدأت أعرق جامد، ده موضوع سيء. نقول بسم الله، نفتح أول واحدة خسرانة، نفتح نقول بسم الله. بالله عليكم عايزين نكسب حاجة عشان نغير الليل. خسرانة خسرانة، بسرعة 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 بسرعة، عايزين نلبس حاجة. خسرانة خسرانة، بسم الله خسرانة. جماعة العلبة كلها خسرانة، افتح بسرعة 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 بسرعة. أوه 5 جنيه. انا مش هلبس اي حاجه، شكلي وحش قوي، مستعد البس اي حاجه غير اللي لابسه. بص بالمقلوب بمعنى انا حران، والله حران هموت. بيج سوبكي بس كده اشيك، يعني كده اشيك من الاول. والنبي يا ابني اديني الطريق، انا راجل كبير عجوز نازل الشغل الصبح وسقعان، تلاقيهم لابسين حاجات كتير. مش عايز اكسب حاليا، مش 10 جنيه. انا جالي هيجيلي احتباس حراري شويه كده، والله بعرف. وكمان لو شايفين يا جماعه المطبخ، المطبخ صغير قوي، وانا امنيه من امنيات حياتي ان انا اغيره، ده باذن الله طبعا نغيره يعني في اقرب وقت ان شاء الله، ربنا كريم. الثروه اللي احنا نجمعها دي طبعا كسبت 10 جنيه فمضطر البس دي. مش يعني انا مش عارف الحاجات دي ايه، الحاجات دي مش في اللي طبعا، الحاجات اللي هي بتفضل في الدولاب 20 سنه ومش عارف هي ايه، بس هي حاجه موجوده في الدولاب. مش قادر البس يا جدعان. كروب توب، والله العظيم مش قادر كده. انا هنزل الزمالك ناو هسكيت حالا. اخر واحده خسرانه، نفتح العلبه دي. حبيبي عامل ايه؟ لا ده الحاج بس جوز اختي هنا، خلي بالك انا مجبر على اللي انا بعمله، انت ما تعرفش حاجه. بسم الله. خسرانه، لا لا الا الله خسرانه. انا عايز انجز والله بجد، انا عايز انجز الفيديو عشان ادخل ايه ده. دي طبعا طالع فيها نص كيكايه، يعني دي خسرانه وجايه نص كيكايه. دخلت افل افتحها يلاقي نص كيكايه وخسرانه فلوس، بدافع فيها فلوس. ابوس دي عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه. ثانيه مدينه ربع كيكايه وفاضيه. بسم الله. انا زعلان ان انا كسبت، والله زعلان ان انا كسبت بجد. انا 5 جنيه وزعلان عشان دلوقتي هلبس حاجه، اول مره بحزين اني بكسب. عشان بصوا، طب البس ايه؟ البامب بقى يا جماعه، البامب عشان هي ناقصه. ناس حد يجي يلبسني. مروان هيا تعالى ثواني يا مروان، تعالى. ايش اخوك كبر في السن ومش قادر؟ افتح لي ايدي بس كده. ايوه بالراحه مروان، بالراحه مروان، بالراحه حبيبي يا مروان. شكرا. بقت الاحدب هموتك يا جماعه، خوفوا بيا الاطفال يعني. انت مش عارف افتح الحاجه. يا رب تبقى خسرانه، ان شاء الله يبقوا خسرانين كلهم. مش عايز فلوس، خسرانه الحمد لله. يا جماعه حرفيا ده اصعب فيديو عملته في حياتي، والله بجد ده اصعب فيديو في حياتي. خسرانه، يا رب تخسر كلها. الحمد لله اخر 3 يا رب ما حاجه فيهم تكسب. في ايه؟ كسبان 10 جنيه. انا حزين والله، يا ريت انا كسب 10 جنيه هيشه بس لو محدش شاف 10 جنيه. طب البس ايه ولا اروح فين؟ هدى ده اخر واحد اهو. مروان لبسني، لبس فين؟ البخاخة. ايدي يا ابني مش دماغي. هو ده ايدي. ماشي بس بس كده، سيبه كده. شكرا يا حاج مروان. باقي 2 خسرانة، اخر واحدة، وطبعا مش هفتح تاني انا كده كفاية كده، والله مش هعرف البس اي حاجة تاني. خسرانة، دي يا جماعة اخر علبة، اعرفوا بقى كسبنا كام. والسلام عليكم، حد يجي يوقف الفيديو.